شخصيه وكاين اللي التجارب ديال المجتمع ديالنا اون جينيرال. كنحاول ما امكن ساعه كنكون جالس مع اصحابي كنسمع شي مشكل ولا شي حاجه كنحاول نكتب عليه. الصور ديالي وانا كنحلم بالموسيقى، ولكن ما عرفت راسي انني كان عندي عندي الوالد ديالي عنده كانت ميول موسيقيه حتى كبرت. عاد قال لي واعترف لي قال لي انا كنت انا كنغني وكنت كندير حفلات في هولندا، والساعة انا عاد ارتحت وزيت خدمت مزيان وشحال من حاجه، ودابا الحمد لله بخير عرفت الموسيقى من ماشي. نحاول ما امكن اني في كل اغنيه نخلي ليتوش ديالي ولكن نبدل ستيل، حيت الا جيتي تشوف مدامتي ماشي هي ميا مور، ماشي هي بنت الحومه، ماشي هي جمال اللي خرجت الاخرى، وماشي هي الاغنيه اللي غادي تكون في الصيف ان شاء الله. ولكن كنحاول ما امكن اني نخلي ليتوش ديال نعمان بالعياشي، حيت هذيك هي اللي كتميزني على الاغاني الاخرى اللي كاينين في الساحه الفنيه. التخوف هو دائما كاين ديك التخوف في الفن، حيت الدومين ماشي ساهل كما كتعرف، ولكن الحمد لله انا كنحاول نكون مزيان مع نفسي ومع ذاتي، وكيبقى ديك التخوف هذاك بسيط على حسب الاغنيه الا خرجت واش تنجح واش لا. عندك هنا تصور، عندك هنا هذه، فهمتي؟ هذا هو التخوف اللي كاين، ولكن الحمد لله الا كنتي ما كتعمل والو هذاك علاش تخاف؟ هادشي اللي كاين. الافتخار ديالي هو انك تبدا الكارير ديالك وانت باقي صغير وتعمل اغنيه من انتاج ديالك، كلمات والالحان ديالك، كل شيء ديالك، وتوصل الحمد لله ل 65 مليون ونربح الاورد ميوزيك اورد وندخل في اكبر اورد في العالم العربي اللي هي انما في عام واحد. الحمد لله هذا حاجه كنفتخر بها، وهذا الشيء ما كيرجعش لي بوحدي، كيرجع ليكيب اللي خدمت معايا، عائله ديالي، كل شيء. تجربه رائعه جدا، انا جد فخور انني متواجد في كافتون 2019، وان شاء الله غادي نحاول نقدم الشو اللي هاد التظاهرة هذه، ويكون كل شيء بخير ومزيان ومشوف فرحانين كاملين إن شاء الله.